في مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. النهارده معانا موضوعين رئيسيين. الموضوع الاول موضوع افلام انتشرت بشكل دائم ومتكرر على السوشيال ميديا، افلام منتجه من قنوات تابعه لجماعه الاخوان بتتعلق باوضاع الجيش المصري في سيناء. الاول كان في فيلم بيتكلم على التسليح، وان التسليح ما هوش قوي لافراد الجيش المصري في سيناء. فوجئوا ان الناس كلها واقفه مع الجيش المصري، والناس كلها بتفند اللي جه في الكليب ده او في الفيديو ده، وبيقول ان هو طبعا ملوش اي اساس من الصحه، وباين ان هو مفبرك. اخر حاجه طلع فيديو تاني على السوشيال ميديا ولا على اليوتيوب، برضو تابع لاحدى القنوات الخاصه بجماعه الاخوان، وده بيبين العكس بقى، ان في استخدام مفرط. يعني هم مفرطين ولا مش مفرطين؟ احتاروا، مش عارفين الحقيقه. يعملوا نوع من البلبله النفسيه للشعب او المواطن المصري ازاي؟ المره دي لا، هم بيستخدموا قوة مفرطة ضد ناس ما معهاش سلاح. الملفت بقى ان صحيفة نيويورك تايمز هي الاخرى كشفت في تقرير ليها انه الفيديو ده مفبرك، وان ده في اطار الحرب النفسية كأحد اسلحة بتستخدمها او كروت ضغط بتستخدمها جماعة الاخوان المسلمين. حقيقة غير نيويورك تايمز بتقول انا شخصيا بصفتي اعلامية اتفرجت على الفيديو ده، مش محتاج حد تقني او حد بيفهم في استخدام الابليكيشنز المختلفه للكمبيوتر عشان يقول او يفند ايه نقط الضعف فيه، واللي بتوضح بشكل اساسي وكبير جدا صدقوني ان هو فيديو متفبرك وفي ويك بوينتس او نقط ضعيفه كتير قوي، حتى الفبركه مش حلوه، يعني الفبركه مش قويه. هيكون معانا دكتور سعد الزنت مدير مركز دراسات الاستراتيجيه في هذه الفقره. احنا هنتكلم كمان مش على الفيلم، اللي هنتكلم على الحرب النفسيه او كروت بتلعبها جماعه الاخوان من خلال القنوات اللي هي بتدعمها واللي موجوده بشكل رئيسي سواء في قطر او في تركيا. معانا موضوع تاني، كل عام وحضراتكم بخير، عن ذكرى الاسراء والمعراج الليله 27 من شهر رجب. هنتكلم عن فضائل هذه المعجزه الالهيه اللي بطلها طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام في زوايا كتير ودروس مستفاده من ليله الاسراء والمعراج، هنتكلم فيها تفصيليا النهارده في من القاهره. هرجع لكم بعد فاصل قصير. يعني كده نستعرض مع حضراتكم ابرز احداث مصر على مدار يوم كامل. النهارده كان في مؤتمر صحفي في قصر الاتحاديه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكونغو جوزيف كابيلا، وجي تاكيد للرئيس خلال هذا المؤتمر الصحفي عن دعم مصر لاستقرار الكونغو الديمقراطي. اكد الرئيس السيسي كمان ان مصر حريصه على التنسيق الكامل مع دول القاره الافريقيه في المجالات المختلفه. اما رئيس جمهوريه الكونغو الديمقراطيه جوزيف كابيلا فاكد على دعم مصر لبلاده على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وثمن كمان كابيلا جهود مصر الاقليميه والدوليه في دعم القضايا الافريقيه المختلفه. قبل المؤتمر الصحفي زي ما حضراتكم شايفين كان في جلسه مباحثات جمعت بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطيه في زيارته او اثناء زيارته للقاهره اللي بتستغرق عده ايام. طبعا اجريت ليه مراسم الاستقبال الرسميه وعزف الموسيقى السلامين الوطنيين لكلا البلدين، البروتوكول الخاص طبعا بزياره اي رئيس دوله لمصر. السفيره منى عمر مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه سابقا معنا
هاتفيا للمزيد من التحليل حول هذه الزيارة وعلاقات مصر بالكونغو وبالقضايا الإفريقية المختلفة. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. في تاكيد من الرئيس السيسي وجوزيف كابيلا رئيس كونغو الديمقراطيه النهارده على دعم كامل من مصر للقضايا السياسيه والاقتصاديه داخل الكونغو. ما الذي يجمعنا بدوله الكونغو الديمقراطيه؟ والله يجمعنا بدوله الكونغو الديمقراطيه الكثير. يعني احنا من تاريخ قديم واحنا دايما علاقات قويه جدا بين الجانبين من قبل ايام حركات التحرر. طبعا مصر كان ليها مواقف دائما داعمه للكونغو. كلنا نتذكر لومومبا اللي بعد ما تم اغتياله وكانت اسرته بتعامل معامله المصريين في المدارس المصريه وغير استضخناهم هنا في مصر وغيرهم من زعماء حركات التحرر. طبعا كان في مثلا حركه انفصال اقليم كاتانجا. احنا كنا من يعني العوامل الرئيسية التي ساعدت على عدم حدوث هذا الانفصال يعني في الزمن البعيد. ولكن حديثا احنا دايما بنسمي موقف الكونغو الديمقراطية من موضوع اتفاق عنسيدي او اتفاق الاطاري. لما كل دول المنبع خدت موقف مختلف ووقعت على الاتفاق ما عدا دولة الكونغو الشقيقة اللي اصرت وقالت ما لم توقع مصر فلن نوقع. احنا يعني كنا بنقدر هذا الموقف جدا منهم. احنا طبعا كنا من الدولة اللي عملت دراسات الجدوى الاولية لسد انجا اللي بيعد من اهم السدود واكبرها في القارة الافريقية، اهم مولد للطاقة الكهربائية لما يكتمل ان شاء الله. وانا اعتقد انه في هذه الزيارة تم توقيع اتفاق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة الخاصة بسد انجا. وده موضوع على درجة عالية من الأهمية، خصوصا ان احنا عندنا استثمارات مصرية في الكونغو في مجال الكهرباء. احنا كمان اتفقوا على ان هو يعملوا محطتين للطاقة الشمسية بقوة 4 ميجا وات لكل محطة من المحطات. عندنا برامج كثيرة جدا لدعم الكونغو في موضوع بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا اللي هي تابعة لوزارة الخارجية. وده في كل المجالات الخاصة ببناء القدرات، يعني حاجة تتكلم في الدفاع، في الشرطة، في الدبلوماسية، في الزراعة، كل المجالات. الكونغوليين احنا دول مكون أساسي للدورات اللي بتتعمل. عندنا القضايا الإقليمية، احنا دايما مواقفنا متشابهة. عندنا قوات تشارك مع قوات الأمم المتحدة لحماية أمن شرق الكونغو، لأنه طبعا هناك في حركات تمرد يعني يخلي الدنيا دائما في حرب وفي حالة عدم استقرار. طبعا بالظبط. يعني زي ما بقول لحضرتك، اولا دولة الكونغو دولة مهمة جدا بالنسبة للقارة الافريقية، هي تعد من اغنى الدول ان لم يكن اغناها. موارد معدنية هائلة، موقع رائع لان حواليها طبعا عدد كبير اولا من دول حوض النيل وجنوب السودان وافريقيا الوسطى، وفيها اراضي خصبة كثيرة جدا على العديد من الانهار وكمية امطار. هي دولة على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمصر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. غدا بيلبي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللي قدمها للرئيس لزيارة المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة طبعا قمة مصرية سعودية لسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية اللي بتجمع بين البلدين، وكمان التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها بيأتي مكافحة أو ملف مكافحة الإرهاب اللي طبعا بيهدد أو بات يمثل تهديدا لأمن واستقرار الأمة العربية، مش بس الأمة العربية الحقيقة زي ما احنا متابعين، ولكن المجتمع الدولي بأكمله. الزيارة بتأتي زي ما قلت استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وده في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك
بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. طيب احنا معانا هاتفين دكتور محمد عبد الله الزلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهم الموضوعات يعني بخلاف ملف الارهاب اللي منتظر ان تناقش في هذه القمه ودلالات ايضا هذه الزياره وهذه القمه التي ستنعقد في الرياض العاصمه السعوديه باذن الله. بكل تأكيد ملف الإرهاب سيكون أحد الملفات الحاضرة للمناقشة، ولكن مؤكد هناك ملفات أخرى لأنها قمة بمستوى رئيس جمهورية مصر العربية وملك المملكة العربية السعودية، وفي هذه الظروف بالذات أعتقد أنها ستكون قمة مهمة جدا. كل العرب اتجه أنظارهم إلى الرياض غدا لمتابعة القضايا وما ستشتغل عنه هذه القمة السعودية المصرية لمناقشة كل القضايا الساخنة الملفات الساخنة في المنطقة العربية. ما الذي يمكن أيضا أن تضيف هذه الزيارة دكتور لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة بين مصر والمملكة؟ هذا مؤكد، وأنا أعتقد أن مناقشة كل القضايا الاستراتيجية وتوحيد الصف في والاتفاق على كل القضايا التي تهم المنطقة العربية وتهم القضايا المشتركة بين البلدين لأهمية البلدين وأهمية مواجهة ما تشهده منطقتنا، ولا سيما وكل أنظار العرب تنظر لمصر أكبر دولة عربية، تنظر للمملكة العربية السعودية دولة مؤثرة وذات ثقل محوري في المنطقة، ولا بد من أن تعقد الآمال على هاتين الدولتين وعلى هذين الزعيمين لمواجهة هذه الأحداث المتفجرة في منطقتنا وتدخلات قوى إقليمية وتخاذل بعض القوى الدولية في معالجة قضايانا. وأنا أعتقد أنه على القيادات الكبرى المملكة العربية السعودية ومصر أن تكون صاحبة المبادرات في معالجة القضايا العربية بدل ما ننتظر ماذا سيأتي من خارج بالضبط. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الله الزلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. الأستاذ محمد طلبة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية معي هاتفيا. ازي حضرتك يا أستاذ محمد؟ أهلا بشكل ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم وأهلا بحضرتك. زيارة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، وبكل تأكيد هناك من الملفات حتى على الصعيد الثنائي كثيرا ستبحث على طاولة المفاوضات أو خلال القمة التي ستنعقد في الرياض العاصمة غدا. دلالات هذه الزيارة من وجهة نظرك؟ الزيارة لها أكثر تبع أكثر بالرسالة، يعني رسالة للإخوان والكارهين لإقامة علاقات سوية بين المملكة ومصر، المملكة العربية السعودية ومصر، لأنهم رهنوا كثيرا خلال الفترة الماضية على أنه الاختلافات تتسع بين مصر والسعودية، لكن المؤكد أن الزيارة دي نقطة من أول الصف، يعني تضع العلاقات أو تعيد العلاقات إلى طبيعتها وتؤذن بانتهاء سحابة الصيف في بناء العلاقات المصرية السعودية. أما جينا عن اختلافات وليس اختلاف ده جانب، الجانب الآخر بالتأكيد. بجانب هذه الرسالة كيف يمكن من وجهة نظرك أن تحقق هذه القمة بعد سحابة الصيف زي ما حضرتك بتقول توحيدا في الملفات الإقليمية التي تحتاج إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف العربي؟
فأعتقد أنها مهمة للغاية في هذا الإطار. وأتصور وربما لدي بعض المعلومات عن أنه في نوع من بدء مرحلة أو استعادة التشاور السياسي الوثيق الصلة حول الملفات العربية، خصوصا وأنها تدار خلال الفترة الماضية كلها بأيدي إقليمية ودولية. أتصور أنه سيوضع على طاولة المباحثات كيف يمكن أن نتجاوز الاختلافات، وليس الاختلافات بالمناسبة الاختلافات فيما يتعلق بكثير من الملفات، خصوصا ما يتعلق بالملف السوري والملف اليمني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد طلبة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية. النهاردة كمان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وحضر هذا الاجتماع أيضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب الدكتور طارق شوقي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اعلن خلال المؤتمر الصحفي زياده ميزانيه التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي القادم 2017-2018 من 31 مليار ل 35.8 مليار جنيه، واكد انه هذا مؤشر ايجابي لاهتمام الدوله بالتعليم العالي والبحث العلمي. وضح كمان ان الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات اللي بتواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمي، وان الوزارة هتقوم بدعم البحوث العلمية للتصدي لحل مشكلات المجتمع. اضاف كمان انه قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريبا في البرلمان هيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية، وده الحل مشكلاتها المختلفة وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفايدة على المجتمع. اما الدكتور طارق شوقي فاكد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وضع تصور مستقبلي خاص بالاساليب المثلى للالتحاق بالجامعات خلال السنوات القادمه. ده موضوع الحياه مهم جدا علشان يطبق على الطلاب اللي هيلتحقوا بالصف الاول الثانوي خلال العام القادم، يبقى عندهم فتره بنظام جديد عن كيفيه الالتحاق بالجامعات المختلفه. ده طبعا مهم عشان في الاخر سوق العمل مش دايما بيبقى محتاج الخبرات او خريجي الكليات دي، يعني لازم يتم البحث بين الوزارتين كمان بالنظر لسوق العمل، نشوف ايه المطلوب من الاجيال القادمه للاستفاده منهم عشان هم كمان يلاقوا شغل بسهوله ويستفيدوا. طيب النهارده الدكتور هشام عرفات وزير النقل تفقد الطريق الدائري الاقليمي، وده في المسافه من بلبيس لحد بنها بطول 33.5 كيلو متر، واللي بتشمل 53 عمل صناعي، 27 كوبري و26 نفق، وكمان طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو متر. اطمأن الوزير على تقدم اعمال التنفيذ في المشروعات دي، وطالب الوزير بان تكون اعمال النيو جيرسي على اعلى مستوى، ويتم وضع لوحات ارشاديه وعلامات مضيئه على كل الكباري. يعني هو اطمن انه الطريقه كمان اللي بتبنى بيها الانفاق وبتشيد بيها الانفاق والكباري تكون على اعلى مستوى، طبعا ده درءا لاي حوادث، وانه كمان يتم مراعاه عناصر السلامه والامان زي ما قلت بطول الطريق. اشار كمان الى انه تسلم المشروعين هيكون باحدث الاجهزه وفق قياسات الجوده العالميه، واكد ان الفتره القادمه هتشهد العمل في المشروعين على مدار 24 ساعة. هيكون هناك متابعة دورية مستمرة لعمل التنفيذ من خلال لجان المتابعة وكمان من خلال الجولات الميدانية المفاجئة زي اللي حصلت النهاردة. طيب استاذ كرم جاب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صرح النهاردة انه الهيئة تستعرض حاليا الاسماء المرشحة لتولي مناصب رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، ثم اخذ رأي المجلس الاعلى للاعلام، وهيتم الاعلان عن الاسماء اللي هيتم اختيارها بعد مناقشتها في الهيئة الوطنية للصحافة وده خلال الايام القادمة. طلع كمان تصريح وكالة انباء الشرق الاوسط قال انه من المتوقع الاعلان عن اسماء رؤساء مجلس الادارة ورؤساء التحرير الصحف القومية دفعة واحدة، ان هيطلعوهم او يعلنوا عنهم كلهم في وقت واحد. طيب
هنتابع تقرير حول موضوعنا الاول اللي افكركم بيه تاني، الفيديوهات اللي بتطلع من وقت للتاني عن نوادري في سيناء من قنوات تابعه لجماعه الاخوان المسلمين. ابقوا معنا وتابعوا معنا هذا التقرير. محاولات بائسة وفاشلة تبذلها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من مصر ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش المصري صاحب التقاليد العريقة الضاربة في أعماق التاريخ، سواء من خلال الأكاذيب أو اللقطات والمشاهد المفبركة. محاولات لا تتوقف، ومع كل إنجاز أو تطور داخلي أو خارجي تتزايد هذه الحملات المغرضة بهدف النيل من الروح المعنوية للمصريين والتأثير فيهم. ومن بينها الفيديو المفبرك الذي نشرته إحدى القنوات المسمومة التابعة لهذا التنظيم الإرهابي. الشهادة على زيف ادعاءات هذا التنظيم الإرهابي المغرض جاءت من خلال الصحافة الأجنبية، حيث أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذا الفيديو لا أساس له من الصحة، وأن هذا التنظيم فشل في الفيديو الذي بثه حتى في مطابقة تفاصيل التمثيلية التي بثها بالواقع. الصحيفة أشارت إلى أن شواهد عدة تثبت عدم صحة هذه اللقطات التي تم تزييفها، ومن بينها ظهور لهجة غير مصرية في هذه اللقطات، وظهور أجهزة هواتف محمولة ممنوع استخدامها أثناء الخدمة العسكرية. الصحيفة الأمريكية قالت كذلك إن الكشف عن الفيديو جاء في اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه عن تحسن العلاقات العسكرية بين البلدين. ووصفت الصحيفة هذه المحاولة الإخوانية بالفاشلة من قبل التنظيم لإثارة القلق بين القاهرة وواشنطن. ولا تتوقف الآلة الدعائية الإخوانية عن محاولاتها لإثارة القلاقل داخل مصر عبر الدعاءات المزيفة وأباطيل، لكنها أبدا لم تتمكن من التأثير في وحدة المصريين والتفافهم حول جيشهم صاحب التاريخ والقواعد الراسخة الضاربة في أعماق الوطنية المصرية.